جراحة العظام خلتني فاهم تركيب الجسم والأوضاع الصحية للجسم، فلما باجي أعمل حاجة كرسي أو كنبة أو حاجة أي حاجة فيها وظيفة ببقى فاهم إزاي أهندسها بطريقة إنها تبقى في الآخر صحية للشخص اللي يستعملها، مش بس شكلها حلو، يعني تقدر تقعد على الكرسي لمدة ساعتين ظهرك ما يتعبش. الخشب بتاع البحر له شخصية جامدة جدا لأن عليه ألوان من المراكب ومخرم مطرح المسامير فله تاريخ وله شخصية، والخشب اللي بيطلع من البحر بيبقى ما بيجيلوش حشرات، مقاوم للحشرات لأن بتتكون جواه مواد كيميائية من الماء المالحة والشمس، وبتبقى خشب جميلة وتقدر إنها تلاقي حياة تانية طويلة في الحاجات اللي أنا بعملها بدل ما كانت تترمي في الزبالة. فكرة حلوة طبعا لأنها حاجة ديفرنت، نفس الخشب يعني تقيل الشيبس بتاعته، سافر راح البحر في كده تحس روح سبيريت مختلفة، ما تحسش انها حاجة خشب عادي جبته وركبته وخلاص طلع الترابيزة